مزبرة وبدنا حمص حب منقوع وبدنا فول وكمان بدنا كمون ملح وكمان كزبرة مطحونة وبدنا بصل وتومة. يلا نبلش. أول شي هحط الحمص. بدنا نستعمل هاي عشان نشكل الفلافل. هلا بدنا نحط زيت على النار ونخليه يسخن ليعبيها عجينة الفلافل. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. باي، مع السلامة.